متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. تغيير الزيت هو واحد من أسهل مهام الصيانة التي يمكن القيام بها في معظم السيارات، ولكن بوغاتي فيرون ليست مثل معظم السيارات. في فيديو جديد يطلب هيوستن كروستا الرئيس التنفيذي لشركة رويالي إكزوتيك كارز من فريقه تغيير زيت الفيرون الخاصة به، وهي عملية تكلف سعراً جنونياً 21,000 دولار، أي ما يقارب 79,000 ريال سعودي، وتحتاج ل 27 ساعة من العمل الشاق. بالطبع يبدو الثمن غير معقول حتى لفيرون، ولكن العملية ليست بسهولة إزالة الفلتر وتسريب الزيت من المحرك، حيث تحتاج الفيرون إلى رافعة لنزع الألواح السفلية للسيارة. هذه هي البداية فقط، حيث يحتاج العمال بعد ذلك إلى إزالة رفرف العجلات من ألياف الكربون للوصول إلى المسامير المختفية وراء الجسد الخارجي، ثم إزالة العديد من المكونات الأخرى مثل الجناح الخلفي وغطاء المحرك من ألياف الكربون. كل ذلك حتى يتم كشف المحرك بالكامل وتغيير فلاتر الهواء وتسريب الزيت، ولكن حتى هذه الخطوة ليست بهذه البساطة، لأن فيرون لديها 16 سدادة للزيت لابد من إزالتهم أولاً، وعقب ذلك على العمال نزع الفلتر القديم وتركيب واحد جديد مكانه. لمزيد من التقارير والأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المرابطة نت، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.